أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أنزل كتابه المبين وجعله هدى للمتقين. ثم قال الله عز وجل: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. في هذه الجملة أيها الإخوة إظهار لفضيلة آدم عليه السلام بعد الفضائل السابقة بمبادرته للتوبة بعد المعصية وبعد إبليس عن التوبة، لأن الله عز وجل أمره بالهداية، قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم. فالأمر هنا لمن؟ لآدم وإبليس. فتلقى آدم ربه كلمات فتاب، أما إبليس فبقي على ضلاله وكفره. فهذا يدلنا على شرف آدم في مبادرته بالتوبة بعد المعصية ولقوله فتلقى، فالفاء للترتيب كما ذكرت لكم. وفي هذا إشارة وإرشاد لبنيه بأن يكونوا مبادرين بالتوبة حين يقعون في المعصية، وأن يتعرضوا للتوبة بكلماتها. ولذلك هنا الله عز وجل قال: فتلقى آدم ربه كلمات. لماذا أخفاها الله عز وجل؟ ليشير إلى أنها ليست كلمة واحدة، كلمة التوبة ليست كلمة واحدة وإنما كلمات. وهذا من توسيع الله عز وجل على عباده التائبين أنهم لم يحصرهم في كلمة يقولونها، كما قال عن بني إسرائيل: وقوا حطة، أي حط عنا ذنوبنا. أما نحن فقد وسع الله تعالى علينا كلمات التوبة وأتاح لنا وفتح لنا باب التوبة بما يقره الإنسان بنفسه من الاعتراف والإنابة إلى الله عز وجل. ثم قال: فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ثم أتبع الله عز وجل الآية بقوله: قلنا اهبطوا منها جميعا. وهذا هو التكليف لآدم وإبليس في الدنيا، قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهذه الآية أيها الإخوة هي محط التكليف في قوله: قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فها هو سبحانه يقول: اهبطوا منها جميعا، قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي. وإنما قال تبع بدون اتبع. الفرق بينهما أن سورة البقرة جاء اللفظ فيها بتبع، وسورة طه جاء التعبير باتبع. والفرق بين التعبيرين أن التبع يفيد أن ذلك بعد البيان التام بالأدلة الموجبة للاتباع، فيقول اتبع للزوم الاتباع مباشرة. أما قوله اتبع فيكون مستدعا إلى البحث عن ما يدعو إلى هذا الاتباع من الأسباب والأدلة والبراهين الداعية إلى الاتباع. فهذا الفرق بينهما. ولما أنه بيّن هنا الأدلة بالفضائل والتشريفات والكرام العظيم قال هنا: فمن اتبع هداي. قال الله: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا يفيد أيها الإخوة كمال حالهم من حيث توفر الأمن والسرور اللذين هما عصب الحياة. قال: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فوفر الله تعالى على أن من اتبع الهدى
لا خوف عليه ولا هم يحزنون. فقطب الحياة هما الأمن والسرور أو السعادة. ثم بين عاقبة الذين كفروا وكذبوا بآياتنا قال أولئك أصحاب النار، فبين أنهم أصحاب النار، ونسبتهم إلى النار أيها الإخوة هنا بيان لاستحقاقهم لدخولها وملازمتهم لها بحيث أنهم لا يفارقونها. أصحاب النار يدل على أنهم هم أهلها وملازمون لها لا يفارقونها. ثم قال الله تعالى هم فيها خالدون، مزيد في التنصيص عليهم واستثاق العذاب منهم. في هذه القصة أيها الإخوة ومجملها معان يظهر ارتباطها بالمقصد العام الذي ذكرت لكم، وهو أن فيها تعريف للإنسان وهو يكلف بهذا التكليف كيف يسلك هذه الحياة، وأنه له طريقان فحسب، طريق الهدى وطريق الضلال، وهما الخطان اللذان سارت الآيات في بيانهما من أول السورة وفي كل مقطع من مقاطعها دعوة لطريق الهدى منهما وتحذير من طريق الضلال. وفي هذه القصة أيها الإخوة بمجملها تجربة اقتضت رحمة الله بهذا المخلوق البشري المستخلف في الأرض أن يخوضها تمهيدا لما اختاره الله له لوظيفته الكبرى وهي الاستخلاف في الأرض، فكان ذلك الذي أذكره الله تعالى. وقد تضمنت أيها الإخوة هذه الآيات جوانب التكريم والتفضيل لآدم وذريته من وجوه كثيرة، وهو اختياره وذريته خليفة خلفاء في الأرض، وإبراز فضله على لملائكته وإخبارهم بذلك، وتفضيلهم بالعلم مباشرة تعليم الله عز وجل له وتعليمه الأسماء وإظهاره وإسجاد الملائكة له وإسكانه الجنة، قبوله لتوبته وإيتاؤه الهدى وحسن خطابه في ذلك كله، واقتران ذلك كله برعايته الإلهية ولطفه الكريم سبحانه وتعالى. فما أعظم ربنا عز وجل في هذا الكرم الذي يحف فيه أبينا عليه السلام. فما أحرانا أيها الإخوة أن نعي هذا التكريم وأن ننال منه الشرف بأن نكون خلفاء في الأرض بالعلم النافع والعمل الصالح، قيام بأمر الله عز وجل، وأن نكون متبعين للهدى الذي أمر الله عز وجل به. ثم ننتقل في السياق إلى مقطع آخر وهو قصص بني إسرائيل التي أطال القرآن الحديث عنها. هذه الآيات أيها الأحبة، وقد أطال الله عز وجل الحديث فيها عن بني إسرائيل طولا ظاهرا وتطويلا ظاهرا لحكمة عظيمة، وهي أن بني إسرائيل وهم الأمة المستخلفة قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم قد طال كفرها وضلالها، وقد عاندت عنادا طويلا، فقد أرسل الله عز وجل لهم من الرسل رسلا كثير، زادوا على 300 رسول ونبي، مما يدل على أن هذه الأمة مستعصية. وذكر الله تعالى في هذه الآيات أيها الأخوة، ونحن سنسردها سردا لن نستطيع أن نطيل حولها، لكن نريد السياق العام لها حتى نفهمها. ذكر الله تعالى جناياتهم، وذكر الله كفرهم، قتلهم لأنبيائهم وكفرهم بآيات الله وترددهم وتلكئهم في أمر الله عز وجل، مما يؤكد لهم للحاضرين منهم ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم أنهم لا يستحقون الخلافة وليسوا أهلا لها. فهذا كل ذلك بيان لأنهم ليسوا مستحقين، وكل ذلك تمهيد لسلب الخلافة منهم ومنحها هذه الأمة المحمدية وتشريف هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم بها. فالله عز وجل أراد أن يبين لهم، يقرهم بكل جرائمهم حتى يعلموا أنهم ليسوا مستحقون هم بأنفسهم لهذه الخلافة، فلذلك أطال الحديث. ومع ذلك أيها الإخوة، والله سبحانه وتعالى بكرمه ورحمته مع هذا الكفر وهذا العناد وهذا التكذيب وهذا الضلال منهم، إلا أن الله سبحانه وتعالى ناداهم بهذه الآيات نداء رحيما
تأملوا أيها الإخوة هذه الآيات. قال الله عز وجل: يا بني إسرائيل. من هو إسرائيل؟ هو يعقوب عليه السلام. ومعنى إسرائيل أيها الإخوة، معنى إسرائيل عبد الله، كأنهم قالوا: يا بني عبد الله. أليس هذا أيها الإخوة نداء شريف؟ الله عز وجل يناديهم إلى أن يؤمنوا بهذا النبي وبما أنزل عليه، ولذلك ناداهم بأشرف الأسماء عندهم: يا بني إسرائيل. ونداهم في هذا النداء 3 مرات في الآيات، لكن هل استجابوا؟ لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في عهد إلا 4 رجال لا يزيدون عن 10 من اليهود كلهم. وهذا يبين أيها الإخوة أن اليهود قد تصلب فيهم الكفر وانطبعت وختم على قلوبهم واستغرق فيهم الضلال والاستكبار كما استغرق في إبليس من الكفر والاستكبار. فلذلك لم نعلم منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهدنا اليوم من يؤمن اليهود إلا قلائل. لا أسمع إلا يعني في السنوات 1 أو 2، بينما في النصارى يؤمنوا أعداد كثيرة. ولذلك قال الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. أول صنف ذكرهم الله تعالى في أشد العداوة هم اليهود، وهذا هو الذي يبينه ويظهره الواقع، فهم أشد الناس على المؤمنين. بل إن التخطيط العالمي الماكر على المسلمين وهذا الغزو العظيم على الأرض كلها بهذا الضلال والإضلال وراءه اليهود. فانظروا أيها الإخوة كيف أن الله عز وجل وهو أحكم الحاكمين علم حالهم فذكر طبائعهم تحذيرا لهم وللمعاصرين منهم، وتحذيرا لأمة الإسلام المستخلفة أن يكونوا مثلهم فيسلبوا تلك الأمانة والتشريف بالخلافة. قال الله عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي. انظروا أيها الإخوة إلى إضافة النعمة إليه، تشريف لها ولهم، ومما يوجب عليهم شكر هذه النعمة وقبولها. ثم قال: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. ما هو العهد الذي أخذه الله؟ هو الإيمان بما في التوراة، وفي التوراة ما يأمرهم بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف الله عز وجل يلزمهم إلى أن يؤمنوا بالعهد، ومن العهد الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله بشر به في التوراة وهم يعلمون. وإياي فارهبون. لماذا قال الله عز وجل إياي فارهبون؟ ختم الأمر بالرهبة إشارة إلى ما كان لهم مانعا لهم من الإيفاء بالعهد، وهو رهبتهم من أحبارهم. فأدمج النهي عن رهبة غير الله مع الأمر برهبة الله في صيغة واحدة. وما يمنع اليهود اليوم يا أخواني من الإيمان إلا رهبانهم وأحبارهم وعلماءهم وساساتهم، وإلا لآمنوا، لآمن عامتهم الذين يعلمون الحق. فهذا الله عز وجل يقول: وإياي فارهبون ولا ترهبوا غيري. ثم قال الله عز وجل: وآمنوا بما نزلت مصدقا لما معكم. والمقصود هنا القرآن، لأن الله قال مصدقا لما معكم، ولم يقل آمنوا بما عند محمد، قال آمنوا بما أنزلت أنا، أي هو منزل من الله لم يأتي به محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا أدعى إلى يعني إرغامهم على الاستجابة وبعثهم عليها. ثم قال الله: ولا تكونوا أول كافر به. لماذا قال ولا تكونوا أول كافر به؟ لأنهم أهل كتاب، فحين يكفرون يكونون أول كافر به، لأنهم كانوا أهل علم بشأنه وصفته. ثم تأملوا أيها الأحبة قوله: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. يبين الله عز وجل يحذرهم من الأمر الأعظم الآخر مما يمنعهم من الإيمان، وهو أنهم يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، يعني حظوظهم الدنيوية تمنعهم من الإيمان، مراكزهم التي كانوا عليها بين قومهم تمنعهم من الإيمان.
فلذلك قال الله تعالى ولا تشتروا بآياتي، أي لا تقدموا الدنيا وحظوظها وما كان لكم فيها من نصيب على ما آتاكم الله من آيات وإياي فاتقون. وهذا يبين لنا أيها الإخوة أن اليهود ماديون أهل مادة، يريدون المناصب ويريدون الدنيا، ولهذا كما سيأتي في آيات تبين لنا أنهم أهل دنيا. وها نحن نرى اليوم هم أصحاب التجارات العالمية بالذهب وغيرها، لأنهم يظنون أن الدنيا لهم ويزعمون أن الآخرة لهم. قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى. انظروا إلى ما يعني كان في قلوبهم من الحقد والحسد والطمع في لنفوسهم. تأملوا أيها الإخوة الفرق بين قوله وإياي فارهبون وقال فإياي فاتقون، ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما يعني أن الله عز وجل أمرهم بالرهبة أولاً ثم التقوى ثانياً، فهو من باب الترقي، إذ أن التقوى نتيجة للرهبة، إذا رهب الإنسان من ربه اتقاه، فكأن الله أمرهم بالرهبة ثم أمرهم بالتقوى التي هي نتيجة ما في الآية الأولى. قال الله عز وجل في المانع الثالث ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، هذا مانع من موانع الإيمان عندهم وهو لبسهم الحق بالباطل. ما المقصود بلبسهم الإيمان بالحق بالباطل؟ الحق هو ما في التوراة من الإخبار بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول وأنهم مأمورون باتباعه، هذا الحق. والباطل هو خلطهم وإخفاءهم ذلك، وأن هذا النبي ليس هو النبي الذي أراده الله. فانظروا كيف لبسوا الحق بالباطل على عامتهم وتكتموا الحق الذي في كتبكم مما أخبركم الله تعالى به من أمر هذا النبي وأنتم تعلمون أنه الحق، هم يعلمون وخاصة علماءهم وأحبارهم. قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، ما مناسبة هذا الأمر؟ مناسبة هذا الأمر الله عز وجل هنا ما زال السياق في دعوتهم وترغيبهم للإيمان، إلى الآن ما أتى في بيان جرائمهم وبيان كفرهم وعدم الطمع بإيمانهم، كل هذا مؤهدات لعلهم يؤمنون. فقالوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، فهذه أصول الأعمال الباعثة على صدق الإيمان والامتثال، أصول الأعمال الباعثة على صدق الإيمان وباعثة على الإيمان وصدقه. ولكن ما السر أيها الأخوة في قوله واركعوا مع الراكعين؟ قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، واركعوا مع الراكعين داخلة في إقامة الصلاة، هذه فيها لطيفة مهمة، وهي أن الله يأمرهم إلى أن يقيموا الصلاة مع المسلمين في مساجد في بيت الله تعالى. اركعوا مع الراكعين يعني أمرا لهم بأن يقيموا الصلاة جماعة لئلا يزعموا أنهم يقيموا الصلاة، فأمرهم الله بأن يقول اركعوا مع الراكعين. وإنما خص الركوع هنا لمناسبة لطيفة كما ذكر بعضهم، وهو أن الركوع شعار الإسلام في الصلاة، وأن صلاة اليهود ليس فيها ركوع، كأنه عز وجل أمرهم بأن يكونوا مع المؤمنين في صلاتهم ويركعوا معهم. ويفيد أيضا إلى أن صلاة الجماعة التي هي من شريعة الإسلام، فكأن الله عز وجل أمرهم إلى أن يقتفوا أثر المؤمنين في ركوعهم وصلاة الجماعة. وهذه الآية دليل من أدلة صلاة الجماعة، دليل من أدلة صلاة الجماعة ووجوبها، فإن الله تعالى أمر اليهود فكيف بالمؤمنين؟ فقال اركعوا مع الراكعين، مع أنه قال أقيموا الصلاة، ولو لم تكن صلاة الجماعة واجبة لما أمر هنا بالركوع مع الراكعين مع إقامة الصلاة. فتدبروا هذا جيدا بارك الله فيكم. يقول الله عز وجل بعد ذلك تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، هذا استنكار من الله على علماء بني إسرائيل،
وتوبيخهم في تناقضهم بأمر الناس بالبر بما في كتبهم، ونسيانهم أنفسهم بما في كتبهم من أمرهم بالإيمان بالقرآن. يعني الله عز وجل يقول: كيف تأمرون الناس بالبر الذي تضمنته كتبكم وتنسون أنفسكم أن تؤمنوا بما في كتبكم من الأمر بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا تناقض. كيف تأمر غيرك بالبر الذي في الكتاب وتنسى نفسك بما أمرك الله تعالى به هنا من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وفي هذا تشنيع عليهم وتشنيع على العلماء الذين يتخذون العلم وسيلة فقط لوظيفة. والمقصود يا أخواني هنا، ربما يلتبس على بعض الناس، تلتبس على بعض الناس هذه الآية، وهي كيف الإنسان يأمر الناس بالبر وينسى نفسه فيما يأمر به. فالمقصود هنا لنفهم الآية فهما جيدا فيما غرضها، هي أن الآية جاءت في سياق ذم الجمع بين أمر الناس بالبر وتركه عمدا، بين أمر الناس بالبر وتركه عمدا وقصدا. لكن لا يدل هذا أيها الإخوة على نهي العاصي أن يؤمر بالمعروف وينهى، أو نهي العاصي أن يأمر هو بالمعروف وينهى عن المنكر وهو على معصيته، مع كرهه لما هو عليه ورغبته في الإقلاع. أو أمر الناس بالبر، يعني مثلا الإنسان يأمر الناس بقيام الليل لكنه لم يستطع ويتمنى ذلك، فهذا لا يدخل في الآية، لأن هذا لم يتعمد الأمر فقط كوظيفة وتكليف للناس من غير أن يرى نفسه مكلفا بهذا. بل يدخل في هذا أيها الإخوة أولئك الناس الذين يتخذون الوظائف مجرد تبليغ للناس ويتهاونون، يعني ويتركون ما هذه التكاليف عن أنفسهم تقصيرا وتفريطا وغير ذلك. فهؤلاء على خشية من أن يكونوا يدخلوا في هذه الآية. قال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. لماذا أمرهم الله بالصبر والصلاة؟ يا أخواني حقيقة تأملوا هذا، هم الآن العلماء أمروا بأن يتنازلوا عن مكانتهم فيؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صعب على النفوس إلا النفوس الصادقة. فالله عز وجل أرشدهم إلى ما يعينهم على ذلك، فقال: استعينوا على ترك ما أنتم عليه والحظوظ التي تنالونها من قومكم من الأموال بسبب ما أنتم عليه من كتابتكم للتوراة، يكتبون التوراة ويبيعونها، فهذه الحظوظ لا ينالونها إذا جاءوا الإسلام بما يظنونه هم، وإلا سيجدون في الإسلام خيرا كثيرا. فقال الله عز وجل: استعينوا على ذلك بالصبر والصلاة. الصبر يكون على الأمور الشاقة، وذكر الصلاة هنا لأنها تعين على حصول ما ينبغي، فالصبر يعين على ترك ما لا ينبغي، والصلاة تعين على حصول ما ينبغي. ثم قال: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، أي الصادقين. وذكر الخشوع هنا وهو مرتبط بالصلاة، والله أعلم، وإن كان الخلاف في هذا كما تعلمون واسع. قيل: وإنها، أي الصبر والصلاة، وقيل هي الأمور السابقة كلها، وقيل هي الصلاة، والأظهر الصلاة، لأن الخشوع لا يكون في الصبر. هل يمكن يقال فلان خاشع في صبره؟ ما يقال. فأظهر الله أعلم أنها متعلقة بالصلاة، إشارة إلى أن أعظم ما يبعث الإنسان على الاستجابة الخشوع في الصلاة. فإذا قسى قلبك ورأيت أنك بعيد عن أمر الله، وربما يعني لا تجد نفسك يعني مطواعة للخير مقبلة عليه، فعليك بالخشوع، فإنه أدعى ما يكون بإذن الله إلى الاستجابة. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، هذا مما يبعث على الإيمان والامتثال، تذكر الآخرة. فكأن الله عز وجل أرشدهم إلى ثلاثة أمور، أو إلى الأمور الباعثة لذلك الخاشعين: خشوع وتذكر الآخرة، وظن أن الإنسان ملاقي ربه. فإذا علمت أنك ستلاقي ربك لا شك أن نفسك ستخضع وستذل وستنسى ما هي عليه من حظوظ دنيوية، لأن هذه الحظوظ منقطعة وأنت عنها منصرف.
ثم قال الله عز وجل يا بني إسرائيل، هذا النداء الثاني. هذا النداء الثاني إخواني له معنى. النداء الأول يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، المراد بالنعمة ما هي؟ نعمة الخلافة، استخلاف في الأرض. أما النداء هنا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، عموم النعم التي أنعمها عليهم، وهي ما سيذكره الله تعالى في هذه الآيات متتابعة، لعلنا نأخذ جزءا منها. النعمة الأولى عد لكم 10 نعم. انظروا يا أخواني إلى هذه النعم، والله الذي لا إله إلا هو لو يعطاها الإنسان لم يكن له سبيل إلى الكفر والعناد والتكذيب ولا إلى التردد، فضلا عن الغفلة والكفر. أولا فضلهم على العالمين، أني فضلتكم على العالمين. ثم ثانيا إن جاءهم من آل فرعون الذين ساموهم سوء العذاب، أليست هذه نعمة كافية في الإيمان؟ بلى والله. ثم إكرامهم بفرق البحر لهم، أي نعمة أن يرى الإنسان أمامه البحر يفرق فرقا على قدر ما هم عليه من 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 شعب أو قبائل أو أسباط، فالله عز وجل منحهم مع كل في هذا البحر لكل سبط طريق مستقل، أليست هذه كرامة داعية للإيمان؟ بلى والله. إغراق آل فرعون وهم ينظرون، إغراق آل فرعون وهم ينظرون، أي نعمة يعني مثل هذه النعمة تدعوهم إلى عدم الإيمان؟ رابعا إيتاؤهم الكتاب والفرقان الذي فيه الهدى والفرقان، وذلك قال الله عز وجل الكتاب والفرقان يفرق لكم الحق ويبين لكم الحق فليس لكم حجة. خامسا النعمة الخامسة العفو عنهم بعد اتخاذهم أجل، يعني بعد أن أنجاهم الله يا أخواني، تصوروا هؤلاء القوم بعد أن أنجاهم الله تعالى من آل فرعون، فرق لهم البحر وذهبوا سالمين، ورأوا ناس يعبدون شجرا قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، عياذا بالله. ثم ذهب موسى عليه السلام لملاقاة ربه فعبدوا العجل، يعني أي قوم من هؤلاء؟ فيهم نبي الله فيريدون أن يجعل موسى لهم إلها كما لهؤلاء إله غير الله، ويذهب موسى لملاقاة ربه فيعبدون العجل، ما أضل هؤلاء، ومع ذلك عفى الله عنهم، ما أكرم الله عز وجل. يذكرهم الله بهذه النعمة، أليس ذلك داع لكم إلى الإيمان؟ بلى والله. ثم النعمة السادسة إحياؤهم بعد موتهم ليتوبوا إليه ويتخلصوا من أليم عقابه، بعد أن قال فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم، فأمروا أن يقتل بعضهم بعضا فقتل منهم عدد، ثم تاب الله عليهم وعفى عنهم، فهل ذلك دافع لهم إلى الإيمان؟ لم يكن ذلك دافعا لهم. إضلالهم بالغمام يوم أن كانوا في التيه، إنزال المن والسلوى الذي هو من أعظم الطعام وأزكاه، هل آمنوا وهما من أشرف المأكولات وألذها وأنفعها، ولم يخرج لهم من الأرض بل أنزلها عليهم من السماء، هل ذلك دعاهم إلى الإيمان؟ كلا. والله يا إخواني إن هذه النعم واحدة كافية في أن تدعو الإنسان إلى الاعتراف والإيمان. أيضا نعمة أمرهم بما يمحو ذنوبهم وفتح باب التخلص بما يستوجبه من العقوبة، فأمرهم بدخول الأرض المقدسة وأن يقولوا حطة، حط عنا ذنوبنا، وهل دخلوا وقالوا حطة يا أخواني؟ ما دخلوا وقالوا حطة، دخلوا على خلفهم من خلفهم، هو أمرهم الله عز وجل أن يدخلوها راكعين مستغفرين، فكيف دخلوها؟ دخلوها كما قال المفسرون على استاهم يعني ورائهم، انظروا أعوذ بالله إلى هذا الضلال. وماذا قالوا؟ لم يقولوا حطة، قالوا حطة يعني حنطة، يعني أعطينا حنطة، فقلبوا الحط عن الذنوب بسعيهم إلى الحنطة، وهذا يبين لنا أن اليهود عياذا بالله ماديين، ليس لهم إلا ما يأكلون ويشربون ويبيعون ويشترون،
وقد أمرهم الله بذلك ومع ذلك لم يستجيبوا. تفجير الماء، تفجير الله عز وجل الماء لهم من الحجر 12 عينا على قدر أسباطهم، وهم في أشد الحاجة إليه في التيه. فمع ذلك كفر، والله ما أعظم هؤلاء في ضلالهم وطغيانهم. قال ابن أبو حيان في ذكر هذه الآيات، تضمنت هذه الآيات ذكر الامتنان على بني إسرائيل، كما تضمن بعد ذلك في هذه الآيات ذكر ما قابلوا به هذه النعم من الكفر والإعراض والتكذيب وما فعلوه من الجنايات الدالة على ذلك. منها تأملوا معي أيها الأخوة في الآيات التي بين أيديكم، اتخذوا العجل إلها في مدة مفارقة موسى لهم لمناجاة ربه، مع قصر المدة وخليفة الله موسى بينهم وهو هارون فينهاهم فلن ينتهوا. ثانيا جرأتهم على الله وتعنتهم على نبيهم موسى باشتراطهم للإيمان رؤية الله وجهرة، قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، عياذا بالله، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. أي استكبار أعظم من هذا الاستكبار؟ من يجرأ على هذا أن يقول لن نؤمن حتى أرى الله؟ إن ذلك والله لضلال مبين. ثالثا مخالفتهم أمر الله بدخول القرية قولا وفعلا كما ذكرت لكم، بعد أن أكرمهم الله بذلك وشرفهم بها به جريا على عادتهم في عدم الامتثال. رابعا سوء خطابهم مع الله ومع نبيهم، حيث قالوا ادعوا لنا ربك ولم يقولوا ادعوا ربنا، ادعوا لنا ربك. انظروا إلى هذا الأسلوب وهذا الأدب. خامسا تبرؤهم من الرزق الذي امتن الله تعالى به عليهم، قالوا لن نصبر على طعام واحد وهو المن والسلوى الذي أنزله الله تعالى عليهم، فما رضوه وإنما قالوا نريد أن نأكل، نزرع نحن ونحرث نحن ونأكل من الثوم والفوم والعدس. الله المستعان. قال الله لهم أتستبدلون الذي، قال موسى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصر ما دام انكم تريدون ان تهبطوا فاهبطوا. فاهبطهم الله عز وجل وكتب عليهم الذله والمسكنه وباءوا بغضب من الله كما سياتي. فهذه الايات ايها الاحبه تبين لنا حقيقه يعني ما طبعت عليه قلوب هؤلاء القوم بني اسرائيل. وهذه الصفات ايها الاخوه ذكرها الله لنا لماذا؟ يذكرها الله لنا ليحذرنا منها، وأن لا نكون من أهلها، وأن إذا أكرمنا الله تعالى بنعمة أن نشكره عليها، ومن فضل الله ومنته أن جعل الله هذه الأمة أمة شاكرة لنعمه كما هو حال إبراهيم. وهذا ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن، المؤمن الصادق شاكرا لنعمه. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. فحري بنا أيها الإخوة أن نشكر الله أولا على نعمة الإسلام، ثم نشكره أيها الإخوة على أن فضلنا، فضل هذه الأمة على سائر الأمم، ثم نشكره على أن اختار لنا خير الرسل، ثم نشكره على أن اختار لنا خير الكتب، ثم أن جعلنا آخر أمة وأول أمة تدخل الجنة. فما أعظم هذه الفضائل، وفضائل الله علينا لا تنتهي. والله يا إخواني ينبغي أن تنعقد نفوسنا وقلوبنا على حمد الله دائما وأبدا، وشكر الله عز وجل على نعمه لئن شكرتم لأزيدنكم. وهذه مسألة عظيمة أيها الإخوة، أن الإنسان إذا دام على الحمد والشكر لله عز وجل فإن الله يزيده ويديم عليه نعمته. نسأل الله التوفيق لنا ولكم والتحقيق العبودية التامة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق
وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.